مدى السدج وحما متوجنا وحما عيش في الأوطان للعلا فينا كل نداء ذكرى كل نساء المنتخب الوطني المغربي أمس ديال الفوتسال فاز وأمتع وتجول وتجول داخل فريق المنتخب الكويتي الفوتسال بكل ما أتي بقوة. الفريق الوطني المغربي فاز بحصص ثقيلة في البطولة العربية وفاز بالكأس العربية للمرة الثالثة التوالي وأصبح قويا وقويا جدا مقارنة مع جميع المنتخبات العربية اللي كانت في وقت قريب تسيطر لا إفريقيا ولا عربيا اللي هي مصر ثم ليبيا. المنتخب المغربي أصبح يضاهي الفرق الكبرى عالميا كالأرجنتين كالبرازيل كالبرتغال كإسبانيا، وبالتالي ممكننا غير نشكره ونهني المدرب الدقيق اللي ناضل من أجيال الفوتسال. أنا عرفت الدقيق وهو يناضل من أجل المنتخب الوطني الفوتسال وهو يدرب فريق أجاكس قنيطرة، وقنيطرة معقل الفوتسال في المغرب يعني بكل موضوعية وبكل تواضع. عرفت الدقيق وهو يأتي عندي لمستودع ليبيع قيمة الفوتسال في المغرب، وكانت يقول لي بأن الفوتسال أي ميني فوت حل تنسميه في المغرب تلعبوه المغاربة كلهم، وبالتالي عدنا الإمكانيات البشرية باش نكونوا من أحسن الفرق العالمية. خصنا غير الإمكانيات. كان ذلك في عهد رئيس السابق للجامعة الملكية المغربية علي الفاسي الفيري اللي ما أعطاش الإمكانيات يكونوا واقعيين، كان في بداية الهيكلة ديال كرة القدم المغربية وما أعطاش الإمكانيات اللازمة لهذا الفوتسال باش يتطور
ونكونوا واقعيين، فوزي القجع كان وراء الامكانيات، فوزي القجع طاقه يعني تاق بزاف في الدقيق، وعطاه جميع الامكانيات اللازمه باش المنتخب الوطني المغربي يمشي بعيد في هذا النوع من الرياضه اللي هو شعبي وشعبي جدا في المغرب. يمكن ما شعبيش من ناحيه الجماهيريه، ولكن شعبي من ناحيه الممارسه اليوميه، لان ما كاينش مغربي في واحد السن ولا حتى في سن يعني لا في سن مبكره ولا في سن ديال الشيخوخه كذلك وسن ناضجه ما تيلعبش الميني فوت في المغرب. من جهه اخرى وهذا واقع يعني عطى الامكانيات، خلق بطوله وطنيه للفوتسال، بدينا بالتالق الافريقي، فزنا بكاس افريقيا الامم، ثم نضمناها في المغرب وفزنا بها، وفزنا بكاس الثالثه، ومشينا فزنا بكاس العربيه في 2021 ثم 2022 ثم 2023، مشينا بكاس العالم ليتوانيا ومشينا لربع نهائي كاس العالم، لعبنا ضد خسرنا بربع النهائي بحصه 1-0 مع البرازيل، لعبنا مباراه حبيه مع البرازيل، لعبنا مباراه حبيه مع الارجنتين، احسن الفرق العالميه في الفوتسال، وصبحنا اليوم يمكننا نفكروا نفوزوا في كاس العالم، لان لا كاس افريقيا الامم ولا كاس العربيه اصبحنا ماشي فقط تنفوزوا بها بل تنسيطروا سيطره مطلقه، وباش ننتصر ب7-1 مع الكويت في النهائي ماشي سهله نهائيا، يعني يمكن جاتنا سهله لان دابا تسنسنا بالانتصارات ديال الفوتسال، ولكن دابا 20-30 سنه الناس يتفكروا من المغرب كان يفوز بحصص ثقيله، بعد كان فاز على مصر في العيون ب4-0، فاز وبدا يفوز اليوم بدا ب6-0 ثم 5-0 ثم 4-2 ثم 5-1 في نصف النهايه ثم 5-2 مع الفريق المنظم العربيه السعوديه في ربع النهائي ثم 7-1 مع الكويت. هذه ماشي فقط الفوز، هذا السيطره المطلقه على هذا الفوتسال. تنشكر فوزي القجع اللي دار الثقه في هذا الدقيق، ولكن تنشكر الدقيق اكثر لانه ناضل بمعنى الكلمه من اجل الفوتسال. الدقيق اليوم ولا عنده منتخب عالمي بمعنى الكلمه، يمكن له يقول بان المغرب يولي مرشح للفوز بكاس العالم بدون مشاكل بلا تحميد يضحك علينا. هذا واقع ان جميع المنتخبات العالميه ربحناها، جميع المنتخبات العالميه المتوسطه سيطرنا عليها، وجميع المنتخبات الضعيفه تنفوز عليها بحصص ثقيله. تنظل البارح في المباراه في الشوط الثاني المغرب ما كانش باغي يزيد، لكن واحد الساعه ولاو الكويتيين تلعبوا بقوه، والحكم زول هدف سادس ما فهمناش علاش زولوا المنتخب المغربي بمعيه الفار. ذلك الحين قرروا اللاعبين باش يعاود يكسيريو باش يسجلوا اهداف اخرى، وسجلوا الهدف السادس ثم السابع، لكن الفريق الكويتي استطاع ينقذ الشرف بالهدف الاول. ولكن 7-1 راه ماشي نتيجه سهله، وماشي نتيجه اللي تكون في النهائيات نهائيا، وبالتالي المغرب سحق العلامه الكامله. خص الحكام العرب، ماشي حيت المغرب تيفوز بحصص ثقيله نغشوه، لا هذا ماشي منطق لا هما ولا الفار ديالهم. الهدف اللي تزال البحر المغرب ما عنده حتى معنى بكل صراحه، واحد الساعه ولا الكويتيين تيضربوا والحكام تيغمضوا عينيهم. ما يمكنناش نوازنوا النتائج بالتحكيم، هذا ماشي الدور ديال التحكيم نهائيا. وبالتالي بكل صراحه انا كنت سعيدا وسعيدا جدا 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 بهذا المستوى اللي ظهر به الفوتسال، ماشي من حيث الفوز باللقب لان تنسنا بالالقاب، هذا واقع الاول اللي صعيب والاول اللي تيعطي فرحه اكثر. حتى المنتخب المغربي ديال الكبار كرة القدم العادية إلى مشى دار تألق آخر يجينا ماشي عجب في كأس العالم لأن تسنسنا به، ولكن السيطرة المطلقة على النفس الواحد والسيطرة المطلقة على جميع الخصوم هو اللي فرحت ليه بزاف وعجبني بزاف. فمرة أخرى يعني هنيئا لجميع لاعبي هذا المنتخب الجميل، هذا المنتخب اللي يجعلك تكون فخور بمغربيتك، وهنيئا لدقيق، وهنيئا لفوز القجع، وهنيئا للجامعة اللي بفضل مركب محمد السادس ولا تعطيها الإمكانيات لجميع الشعب ديال كرة القدم، لا الفوتسال، لا كرة القدم الشاطئية، لا كرة القدم النسوية، لا كرة القدم المتنوعة، لا كرة القدم العادية، لا الفئات العمرية الصغيرة باش تتألق. بكل صراحة هاد مركب محمد السادس دار ثورة في المنتخبات الوطنية في انتظار
في انتظار دخول الفرق والأندية للتطور اللي ستعرفه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لأن رغم وصول الوداد لنهائي عصر الأبطال ورغم فوز الرجاء ثم بركان ثم الفاتح ثم الوداد بالكؤوس إفريقية، ما زالت نحس بأن الأندية ما زال متعثرة لأن عندها مشاكل مادية ولأن عايشة أكثر من قيمتها، فتطلب الله باش الدولة المغربية تعطي إمكانية أكثر مع يعني هيكلة أكثر للأندية باش تولي ماشية في نفس السيرورة اللي ماشية فيها الجامعة حاليا فيما يخص تدبير المنتخبات الوطنية. نحن فخورون بكرة القدم المصغرة، فرحانين تفرحونا وتنشكرهم بزاف مرة أخرى على هذا التألق وهذا الوجه المغربي اللي تبينوه بواحد طريقة مشرفة جدا. شكرا على انتباهكم في الفيديو، تتمنوا حظ سعيد للمنتخب الوطني المغربي اليوم في جنوب إفريقيا رغم أن المباراة شكلية، ولكن بغينا نعود نقنعوا الناس ونطمئنهم بعد التعادل المخيب للآمال للمنتخب المغربي في مباراة حبية ضد رأس أخضر. إلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله.